اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. تفسير حلم جوز الهند. جوز الهند نوع من أنواع الفواكه الشهية واللذيذة، تتميز بعصيرها الموجود بداخلها، وتقدم هذه الفاكهة عددا كبيرا من الفوائد لجسم الإنسان، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن. وكثيرا ما يرى الإنسان جوز الهند في منامه، فيبدأ البحث عن تفسيرات لهذه الرؤية. ولمعرفة تفسيرات حلم جوز الهند تابعوا معنا هذا الفيديو. من رأى نفسه يقوم بأكل جوز الهند فهذا يعني أنه سوف يدرس علم النجوم والفلك، وسيكون له شأن في عالم الأبراج. وفي حال رأى التاجر جوز الهند في منامه فهذا يعني أن تجارته سوف تنجح، واسمه سوف يلمع في عالم التجارة والأعمال. وفي بعض الحالات تدل رؤية جوز الهند على أن الرائي سوف يتعرض لعدد من الأمراض، كما تدل رؤية جوز الهند في المنام على أن الرائي سيسمع أخبار تسر خاطره، وعلى أنه سيحقق الربح المادي، كما تدل على أن الرزق الوفير في طريقه إليه. وفي حال رأى الشخص شجرة جوز الهند وكانت هذه الشجرة يابسة ولا تعطي الثمار، فهذا يعني أن المشاكل ستحيط به وسيتعرض لعدد كبير من الخسارات على الصعيد الشخصي، المهني والاجتماعي. ومن رأى في منامه شجرة جوز الهند ميتة فهذا يعني أن هناك شخصا ما يعرفه سوف يموت، وقد يكون هذا الشخص صديقه أو أحد أقاربه أو واحدا من أفراد أسرته. كما إن رؤية شجرة جوز الهند ترمز إلى تفسيرات أخرى كالأصدقاء الذين يغارون من الحالم، والأشخاص الحاسدين له والذين لا يتمنون الخير له، والذين ينتظرون ارتكابه لأي خطأ حتى يسخروا منه. وفي حال رأى الشخص نفسه يقوم بأكل ثمار جوز الهند فهذا يعني أن الكلام الذي يقوله سوف يصدقه الناس. أما في حال رأى الشخص في منامه أنه يتسلق شجرة جوز الهند فهذا يعني أنه سوف يتعلق برجل أعجمي ضخم. وفي حال رأى الشخص نفسه يقوم بقطع شجرة جوز الهند فهذا يعني أنه سوف يقتل رجلا أعجميا. وتدل رؤية الشخص لنفسه يقوم بجمع جوز الهند من البستان على حصوله على شيء ما من امرأة لا يعرفها. ومن رأى نفسه يلعب بجوز الهند فهذا يعني أنه يتعامل مع المال الحرام. وفي حال رأى الشخص نفسه يأكل قشور جوز الهند فهذا يعني أنه سوف يقوم باغتياب رجل بخيل. كانت هذه مجموعة من أبرز التأويلات والتفسيرات لحلم جوز الهند، قدمناها لكم من قناة رويش تي في لنبين لكم المعاني الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية. اكتبوا لنا في التعليقات هل سبق وشاهدتم جوز الهند في أحلامكم؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.